سنتحدث عن المساعدات الأمنية أيضا اليوم، وسنستمر بتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاع عن نفسها خاصة الدفاع الجوي، ولهذا السبب سنزود أوكرانيا البطاريات صواريخ الباتريوت وتدريب قواتكم لكي يستخدموها بدقة. إلى جانب حلفائنا سوف نفرض ثمنا كبيرا على الكرملين وندعم أوكرانيا لتحقيق السلام العادل. الرئيس زيلنسكي، الولايات المتحدة تقف جانب شعب أوكرانيا العظيم ونقف جانبك أنت قائد عظيم. وبالمناسبة نحن نختار أفضل رجل في العام لمجلة تايم، وأنت هذا الرجل في الولايات المتحدة الأمريكية، فمرحبا بك. ولدينا مواضيع كثيرة نتحدث عنه، ولك الكلمة. شكرا جزيلا سيد الرئيس، انه لشرف عظيم لي ان اكون هنا، واشكركم على هذه الدعوة. السيد الرئيس يعرف اني كنت ارغب بالمجيء منذ فترة لان الاوضاع كانت صعبة، ومجيء هنا يؤكد سيطرتنا على الوضع وبسبب دعمكم. لدينا مواضيع هامة سنناقشها، ولدينا العديد من التحديات في أوكرانيا وأوروبا والعالم، من الطاقة إلى الوضع على أرض المعركة، ولكنني أعبركم عن كامل امتناني من أعماق قلبي وقلوب كل الأوكرانيين ومن أمتنا القوية. كل الامتنان لكم أنتم شخصيا سيد الرئيس على دعمكم الكبير وقيادتكم، لأن أوروبا والعديد من الدول ساعدتنا وتساعدنا الآن، لأن الحرب لم تنتهي بعد. ولكن أشكركم على قيادتكم، كما أشكر مجلس الشيوخ ونشكر شعبكم أيضا، الشعب الأمريكي. أنا ممتن جدا لكم. وأشكركم مرة أخرى وشرفني أن أكون هنا. يوم أمس كنت في دونباس في باخوم في شرق بلادنا، وأنتم تعرفون كل التفاصيل، فقد أجرى مكالمات هاتفية عديدة. وأحب أن أقول لكم هنالك شخص هو بطل حقيقي، وطلب مني أن أمرر كلماته لرئيس بايدن. هو رائد في البطارية العسكرية، وهدية هي الصليب للشجاعة، نوط شجاعة هو حصل عليه، وكتب قائمة. هي باللغة الأوكرانية وترجمة في الصفحة المقابلة. اسمه موجود، هل أستطيع التواصل معه؟ نعم. بافلو. شكرا جزيلا. قال بأن هذه المنظومة أنقذت روحه وأرواح رفاقه. لدينا تقليد هنا، ابني الذي حارب في العراق لديهم عملة القيادة، وستأكد من حصولي على واحدة منها. شكرا جزيلا، إنه لشرف عظيم.